مبنى خدمات الشرطة بولاية خصب أحد منشآت شرطة عمان السلطانية في المحافظة التي ستعمل على تقديم خدمات شرطية متعددة تحت مظلة واحدة، حيث تم الاحتفال بافتتاحه تحت رعاية سعادة السيد خليفة بن مرداس البوسعيدي محافظ مسندم. المبنى يضم أقساما تقدم من خلالها خدمات الجوازات والإقامة والتأشيرات بمختلف أنواعها، وخدمات الأحوال المدنية من حيث إصدار البطاقات المدنية للمواطنين وبطاقات الإقامة للأجانب وقيد الوقائع المدنية المختلفة. كما يضم المبنى أيضا قسما لخدمات المرور كتسجيل المركبات وتجديدها وتجديد رخص القيادة. ولفحص المركبات زود المبنى بمحطة متكاملة بأحدث التقنيات لتقييم المركبات والتأكد من سلامتها للسير على الطرق. الحمد لله اللي شفناه حاليا من تسهيلات كبيرة وميسرة للعماني وللوافد، تخدم كثير الحياة اليومية في السلطنة وفي المحافظة بشكل خاص، وهذا يعني من الأشياء الإنجازات الكبيرة اللي قامت فيها شرطة عمان السلطانية في الفترة الماضية، وهو أن الخدمات ميسرة بسهولة ويسر، كان إلكترونيا ولا كان بطريقة الوصول الهاتفي، إنجاز المعاملة الذاتية نفسها. والحمد لله اللي شفناه شيء يفخر فيه، والحمد لله نشوفه أمامنا حاليا بالافتتاح. ولطالبي الحصول على رخص سياقة جديدة تم تهيئة موقع بمبنى الخدمات لتقييم وفحص المتدربين. كل الخدمات حاليا متوفرة في المحافظة، سواء كان الترخيص، مركبات، والجوازات والبطاقة، كل شيء متوفرة. المرور في المبنى وفي المركز هذا ما رأينا ما هو يسلد الصدر، وهذا كله عشان تسهيل للمواطنين وعشان يخلصون مواضيعهم بأسهل وقت ممكن. يعني إضافة للخدمات المقدمة من قبل جهاز شرطة عمان السلطانية، ولا شك أن المبنى الحالي والخدمات اللي تقدم حاليا أكيد تسهل على المواطنين خدمة أكثر وأداء أكثر وأفضلية كذلك في الخدمات اللي تقدم سابقا. يعني المبنى مزود بكافة الخدمات الإلكترونية التي تسهم في سرعة الإنجاز، من حيث القاعات المهيئة لخدمة المراجعين ومحطة للاستقبال والاستفسار عن الخدمات ونافذة يتم من خلالها إصدار لوحات المركبات ومكتب للتأمين على المركبات. 12 منضدة تقدم من خلالها خدمات الشرطة في هذا المبنى وفق تقنيات العمل الحديثة لسرعة وجودة الخدمة المقدمة. الرائد حمد بن هاشم القريني، ولاية خصب.